إذن بالعودة إلى دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين بالعراق، كنا نتحدث دكتور عبد الحميد عن القوات الحكومية في العراق التي أجلت 91 عائلة من قرية العيثة إثر خلافات شخصية مع شقيق وزير الدفاع في حكومة الكاظمي. السؤال هنا، كيف ترى موقف الكاظمي الذي يعني يعلم باستمرار محاربته للفساد؟ نعم، حقيقة عذرا قبل الانقطاع الاتصال، كنا نقول أن هذه جريمة التهجير هي من الجرائم الكبرى لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي ليست الأولى، فقد مرت هذه الجريمة على العديد من المناطق، وكان لمحافظة صلاح الدين نصيب كبير. وهذه الجريمة وغيرها هي بخلاف ما يذكر ومسطر في دستور هذه العملية السياسية والشعارات التي يرفعونها. أما موقف هذه الحكومة وبقية الأجهزة، سواء كانت التنفيذية أو كما تسمى التشريعية والقضائية وغيرها، للأسف الكل منشغل بمناصبه وبصفقات الفساد التي يعلنون في الظاهر أنهم يحاربونها، ولكن كل منشغل بنصيبه من هذا الفساد، والمجني عليه هو الشعب العراقي بجميع شرائحه. نعم، القوات الحكومية أيضا يعني منعت العائلات المهجرة من حمل حاجياتها الضرورية إلى المخيمات التي أجبرت على النزوح إليها. كيف ترى أو كيف ترى الهيئة هذه التصرفات، وهل يمكن إصباغ الشرعية عليها تحت أي مبرر؟ يعني هي أساسا جريمة التهجير ليست لها أي سند قانوني، وهي مخالفة للقانون، وهي من جرائم الانتهاكات الكبرى التي تحاسب عليها الدول. وبالمناسبة نحن دائما نكرر ونقول أن هذه الجرائم، جرائم الانتهاكات، يعني المسؤولية الجنائية لا تكون محصورة بمن ينفذ هذه الجريمة، بل هي شاملة لجميع الأجهزة في هذه الحكومة، أي أن الأجهزة الحكومية سواء كانت ما يسمى بالتشريعية أو التنفيذية أو القضائية وغير جملة العملية السياسية هم مسؤولون عن مثل هذه الجريمة. أما ما لحق بها وزيد على الطين بلة كما يقال، أنه منع هؤلاء من أن يحملوا شيئا معهم من الأغراض التي قد تعينهم في تهجيرهم، وهذا نوع من أنواع الإسفاف ونوع من أنواع يعني التهكم بهؤلاء الأهالي وإذلالهم، والمزيد من الجرائم في حق أبناء الشعب العراقي الأبرياء. يعني ما حدث من تهجير لإحدى و90 عائلة من قرية العيثة، هل هو يرجع إلى ملفات فساد وأن يقوم وزير الدفاع بما يحلو له، فيعني يرجع الأمر إلى فساد، أم يرجع إلى سياسة ممنهجة هدفها لربما التغيير الديموغرافي؟ طبعا هؤلاء كما ذكرنا في البيان وأشرنا إلى أنهم هؤلاء للأسف هم أدوات ينفذون مشروعا كبيرا، فتحت ذرائع أو تحت مظلة الأهواء الشخصية والمصالح الخاصة لهؤلاء، فإنهم ينفذون مشروع ما تريده إيران في المنطقة، في العراق طبعا في العديد من محافظاته، والتي تقوم على قدم وساق ميليشيات الإيرانية بتنفيذها، وهو تغيير التركيبة السكانية في العديد من المناطق الحساسة، وليس بجرف الصخر ببعيد، ولا العديد من القرى والمدن في محافظة صلاح الدين وديالة ببعيد عنا، وبين بغداد وبين صلاح الدين العديد من المناطق قد تعرضت لمثل هذا الأداء وهذه الانتهاكات. نعم، إذن الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.